النهاردة يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض الفتة المصري الجميلة دي بتكاتها وحركاتها. تابعوا معايا الفيديو يا حبايبي من أوله لآخره عشان تشوفوا عملتها ازاي، ويا رب تعجبكم وتنور رضاكم. وباي باي. صباح الخير يا حبايب قلبي. النهاردة هنعمل مع بعض الفتة المصري الجميلة اللي بنحبها كلنا في العيد. أنا دلوقتي جبت اللحمة اهي، بشوحها الأول ببصلة كده على النار، وبعد ما تشوح تاخد لون. لما تاخد لون بقى يا حبايبي بشوحها زي ما احنا شايفين، هحط بقى الميه بتاعتها واسلقها عادي، بتدي طعم تحفه قوي الحركه دي، بتدي طعم اللحمه حلو قوي قوي. تابعوا معايا يا حبايبي الفيديو للاخر وهنشوف هنعمل ايه تاني. يا حبايبي حطيته على النار، هحط بقى الزبده، احمره في الزبده اهي، اي نوع زبده عندك انت بتحبيها بتفضليها. مش كتير عشان متبقاش تقيلة قوي، انا مبحبهاش كتيرة عشان لان اللحمة نفسها فيها دهون، فما كتريش زبدة قوي والزيت والحاجات دي. حمري كويس، الفته دي يا جماعه من اكلات المفضله جدا عند المصريين، بيحبوها قوي خصوصا اول يوم العيد، بتبقى جميله طعمها لذيذ. فدي حاجه مقدسه عند المصريين. لما تتحمر بقى وتاخد لون هنشوف هنعمل ايه تاني. يا حبايبي اقول عيش خد لون وابتدى اهو يتحمص اهو ويتقرمش، اهو مقرمش خلاص زي ما احنا شايفين كده. هركنه بقى على جنب لحد ما اعمل الرز الابيض وهنشوف مع بعض. دلوقتي هعمل الرز الابيض معاكم. هنجيب برضو الزبده بتاعتنا، اهي الزبده بتاعتنا نحطها ماشي. بعد كده لما تسيح شويه هجيب الرز بتاعي واحمره كويس. في ناس بيعملوه بالشعريه وكده، بس انا بحب الرز الابيض بيبقى احلى. لما تسيح الزبده خالص يا جماعه كويس اهو، استنى. بعد كده هجيب بقى الشوربه بتاعتي، هتسقي شوربه لحم بيبقى طعمه تحفه جدا. بس على فكره ريحه حلوه قد ايه، جميله جدا. هغطيه بقى كده واسيبه بقى يستوي. ريحته تحفه جدا وجميل. هسيبه يستوي، بعد كده هنشوف هنعمل مع بعض بقى الصلصه ونشوف مع بعض. حبايبي الرز استوى اهو بقى تحفه وجميل وريحته تحفه قوي. سقيته شوربه اللحمه بيدي طعم حلو قوي قوي. والعيش اهو حمصته بقى جميل ومقرمش. وادي الثوم اهو هحمره بقى في الزبده، واحط بقى الصلصه اللي انا مفرزاها معاكم وهنشوف هنعمل ايه. ما تروحوش في اي مكان يا حبايبي وخليكم معايا. يا حبايبي الطماطم اللي انا مفرزاها معاكم طلعتها اهي عشان اعملها، اعمل الصلصه، وهي حمر بقى الثوم دلوقتي في الزبده وهنشوف هنعمل ايه تاني. جيبي معلقه ملح
ومعلقه كمون ومعلقه فلفل ومعلقه بهارات ومعلقه جنزبيل، انا بحب جنزبيل في الاكل كله اهي. بعد كده تاخد غلوه كده شويه وتتقل شويه، وبعد كده بتيجي بقى ايه ارتب الصينيه بتاعتي. طعمها خرافه خرافه جدا. احط ملح كمان سنه. جربوا يا جماعه الفته بالطريقه دي هتعجبكم جدا، جميله بصراحه قوي. هترمي بقى شويه كمان لغايه ما تتسبك شويه وهرجعكم تاني. خلاص يا حبايبي خلصت كل حاجه. بعد كده بقى هعمل الصينيه معاكم. حطيت هحط حبه صلصه صغيرين على العيش اهو زي ما احنا شايفين. ماشي، الصلصه بتدي العيش طعم جميل جدا وحلو قوي قوي. ماشي يا حبايبي، بعد كده هحط حبة شوربة برضو صغيرين على العيش المحمص اهو، بس مش كتير عشان هما بيحبوه تقرمش. ماشي اهو زي ما احنا شايفين. بعد كده هحط الرز بتاعي، هحط الرز الجميل بتاعي اهو. بسم الله، ده شارب من الشوربه طعمه حلو جدا جدا وتحفه. ماشي يا حبايبي اهو اوكي. احط معلقه شوربه صغيره. بسم الله، مش كتير. بعد كده هحط الصلصة بتاعتي. حبايبي شكل الفته بتاعتي المصري الجميله التحفه هتعجبكم جدا جدا. ويا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين، والى اللقاء مع فيديو اخر.